في المدار الثقافي بفضل الله هو الفيلم الخامس للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزو الذي شارك في مسابقة مهرجان برلين السينمائي 69، وقد استقبل الفيلم بحفاوة بسبب موضوعه المثير الذي يسير على هدى عمل آخر أثار عند عرضه في مهرجان فينيسيا قبل 3 سنوات، وهو الفيلم الأمريكي ضوء كاشف للمخرج تيم ماكارثي. حول ذلك انضم إلينا كالعادة الزميل الإعلامي والصحفي في 24 نيوز كايد أبو طايف. كايد مرحبا بك، عن ماذا يتحدث هذا الفيلم؟ فيلم بفضل الله. الفيلم الجديد بفضل الله أو بفضل العناية الإلهية التي يعني خرج في العام 2019 هو فيلم جديد لفرانسوا أوزون الذي يتحدث عن الكاردينال الأكبر كاردينال في فرنسا في منطقة ليون وكل التستر عن الاعتداءات الجنسية. يعني عندما نتحدث عن ليون عن فرنسا التي قادت هذه المسيرة في كشف كل الفظاعات بحق الأطفال في الكنيسة الذين يتعلمون في الكنيسة، لا يمكننا أن نغض الطرف عن نيوزيلندا التي هي من قادت كل هذا الكشف ومن ثم إلى إسبانيا وإلى أن وصلت الأمور إلى فرنسا. نحن نتحدث عن المطران باربريان الذي مع القضاء الفرنسي، وهذا الفيلم يعني يجوب في كل هذه القضية أنه يعني كشف عن مسألة كل التستر عن الاعتداءات الجنسية. يعني عندما نتحدث عن الاعتداءات الجنسية في المدارس الكنسية لا يمكننا أن نأتي أيضا بالجانب الإيجابي لهذه المدارس الخاصة، وخاصة يعني في هذه البلاد عندما ننظر إلى يافا وإلى القدس وإلى حيفا وإلى يافا كل المدن الساحلية للمدارس الكنسية هناك الفضل الكبير على إخراج كل المثقفين الفلسطينيين الذين يعني يتغنى بهم العالم كله خرجوا من هذه المدارس، لكن المخرج وهذا فيلمه الخامس يقول ماذا عن الشق المظلم لهذه المدارس، ماذا عن كل التجاوزات بحق الأطفال. وربما قبل الحديث أكثر يعني نشاهد بعض المقاطع من الفيلم الجديد. Maman, tu te souviens, un jour en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prélam m'avait embrassé. Pourquoi vous n'étiez pas allé voir la police? Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prena qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde. Tu n'as pas le monopole de la souffrance, y a pas que toi qui souffres ici. Hein. La vérité qui sort enfin. Ah ben bravo. T'as la vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit. Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Moi, j'ai rien construit. Hein. Pas de famille, pas de boulot. Mais essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Je comprends rien en fait. Hein. إذن مرة أخرى أطفال كايت في هذا الفيلم. صحيح، يعني عندما نتحدث عن مسألة الاغتصاب، مسألة الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال، فهذه قضية التي فيها تستر كبير. الكاردينال باربريان عندما تم فضح هذه القضية تم قال أنه مستقيل استقال وتم كشف ذلك على من خلال القضاء الفرنسي ومن خلال الإعلام الفرنسي، لكن عندما ذهب ليقدم استقالته إلى
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، البابا رفض هذه الاستقالة، وهناك العديد من يعني السخط على البابا فرانسيس لماذا لم يقبل استقالته، خاصة يعني عندما نتحدث عن هذا الكاردينال هو واحد من 118 كاردينال الذين ينتخبون البابا، والكثير يقولون أنه خليفة فرانسيس. هذا البابا الفرنسي اليوم ينظر إليه وكأنه هو الخليفة المقبل للبابا الفاتيكان، وكل هذه القضية عندما نتحدث عنها والغرب عندما يكشف هذه القضايا يسأل سؤال جدا جوهري بما يتعلق بمنطقتنا بمنطقة الشرق الأوسط وكل التعديات والتجاوزات بحق الأطفال. يعني قبل الأزمات في العراق وفي سوريا وجدنا أن وأيضا في مصر الاعتداءات الجنسية وصلت بنا الحال إلى أن نكون في قائمة اللوائح السوداء للاعتداءات الجنسية، وبعد كل هذه الأزمات يعني مع الحروب مع الأزمات تطفو على السطح كل مسألة الاعتداءات الجنسية. يجب علينا الآن كمنطقة الشرق الأوسط أن أيضا أن نتحدث عن هذه التجاوزات التي نرتكبها بحق الأطفال. كايد أبو الطيب الزميل الإعلامي والصحفي 24 نيوز، شكرا جزيلا لك على نقل المدار الثقافي لهذا الأسبوع. نعم.